سورر الأوزي. سورر الأوزي ده وصفة لذيذة جدا بتتعمل بعجينة الجلاش أو عجينة الباف بيستري. فلو عندك عجينة الباف بيستري دي اللي هي بتبقى محطوطة دايما في الفريزرز في السوبر ماركت، تقدري تستخدميها أو تستخدمي الجلاش زي ما احنا هنعمل النهاردة. هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جلاش بنحط كده في الطبق الجلاش ده، بنفرده بعدين نحط له رز، بيبقى معاه لحمة، ممكن تبقى لحمة اللي هي راس عصفور كده بس صغنطوطة خالص، أصغر من راس العصفور كمان، أو لحمة مفرومة، وبيبقى بقى بيخش الفرن وبيبقى معاه مكسرات وبيقرقش وحاجة حلوة قوي على بعضها كده، حاجة جميلة جدا. ينفع قوي لو أنا عندي رز بايت، عندي بسلة مثلا في الفريزر، أقدر أجمع الأكلة دي وهايلة في العزومات، فمن الأكلات اللذيذة قوي قوي قوي. هنحتاج إيه وإيه المقادير؟ يلا بينا. محتاجين إيه بقى؟ لفة جلاش وسمنه، طبعا احنا والجلاش والسمنه يعني لا نفترق. لحمه مفرومه، النهارده هنستخدم لحمه مفرومه من بوم ميت، وعندنا كمان كيس بسله مجمده، وهي افضل في الوصفه دي ويعني من الفريش علشان هتكون طريه يعني مسلوقه قبل كده، فلذيذه وظريفه مش لسه هنسلق. اذا هتستخدمي الفريش لازم تديها سلقه الاول. 3 كوب رز بسمتي، ولو عايزه تستخدمي رز مصري ما عنديش اي مشكله خالص، عيشي حياتك. مرقه لحمه، 7 بهارات، حبهان باودر، بهارات لحمه، ملح وفلفل اسود وبصل وتوم. بس البصل والتوم ايه، مكتوبين ولا مش مكتوبين؟ هيتكتبوا صح؟ ماشي، بصل مفروم وتوم. يلا بينا نبتدي بإيه؟ نحط كده إيه الطاسة على النار، ونلبس الجلوفز علشان هيبقى كأننا بالظبط بنعصج اللحمة. أنا هنا مستخدمة رز أبيض مستوي، فأنتي تقدري تستخدمي رز أبيض مستوي أو تسوي الرز مع اللحمة المفرومة زي ما عملنا قبل كده. فاكرين الرز اللي بالخلطة الشرقية اللي عملناه مع بعض؟ يعني تضيفي له بقى كل الحاجات اللي انت بتحبيها، عايزه تحطي قرفة، عايزه تحطي له اي حاجه بتحبيها حطيها هيقبل. فيعني حط ارجعوا لوصفه الرز اللي بالخلطه الشرقيه اللي عملناه قبل كده، او هتستخدموا الطريقه السريعه اللي احنا هنعملها دلوقتي. هحط بقى الزيت والسمنه وكاني هعصج لحمه. هنا ننزل الاول بالبصل كده، وهحط كمان معلقة من السمنة، ده الثوم، البصل حطيناه، وناخد دلوقتي اللحمة. النهاردة هنستخدم لحمة مفرومة من بوم ميت. مش هاخد الكمية كلها، مش محتاجة كمية كبيرة، هاخد بس نص الطبق كده. تقدري تستخدمي اللحمة الشقف الصغيرة دي، او يعني لحمة خضار متقطعة صغير براحتك، يعني مش مهم لحمة مفرومة. خلينا نديها تقلبتين. بصل مع اللحمة مع الايه الفلفل الاسود، كأننا بنعصج لحمة بالظبط. حط الملح، وهنعمل ايه تاني؟ نحط المرقة، مكعب المرقة، نحط بقى من البهارات بتاعتنا كده، هزود بهارات تاني لما ازود الرز. بس ايه، عايز يبقى حشوة الرز كده متبهرة
وفيها سمنه طعمها بيبقى حلو قوي. كل ما الرزايه كانت متحبشه ولذيذه كل ما الصورة دي طلعت حلوه قوي، لان الحشوه هي الاساس. انا هنا زي ما بقول لكم مستخدمه رز مستوي ابيض، يعني مطمنه ان هو متفلفل ومستوي، هضيفه اول ما اللحمه تبقى تمام. طيب انا ما عنديش رز ابيض، اعمل ايه؟ هتشوحي كده لحد ما تبقى خلاص بقت زي الفل، يعني استوت، تقومي حاطه الرز، كوبايتين الرز المصري او البسمتي، وتسويه وتفلفليه عادي جدا زي نفس الخطوات دي، وتقفلي عليه لحد ما يتفلفل، وبعد كده هتبتدي تحشي بيه. اضافاتك بقى زي البسله اللي انا هحطها او البقدونس مع الرز، تقومي حاطه الرز، حاطه البسله، حاطه البقدونس، وكده بيبقى زي الفل. انا هنا مستخدمه رز ابيض مستوي علشان وقت البرنامج، وعلشان دي طريقه سريعه تنفعك لو انت عندك رز ابيض وعندك شويه لحمه متعصجين، عندك شويه بسله، نص لفه جلاش، تلاقي نفسك جمعتي اكله جديده ولذيذه، وايه كانها اختراع. طبعا هي جديده علينا، لكن هي اكله شاميه مشهوره ومعروفه جدا في بلاد الشام، سوريا ولبنان والاردن. طمن ان كل اللحمه استوت وكله تمام، هنزل بالبسله. وبعدين هنزل بالثوم لحد ما شم ريحة الثوم. ريحة الثوم ظهرت، هنزل بقى بالرز الأبيض المستوي. أقلب كده، عايزة يتشرب بقى كده من إيه؟ من الخلطة، وياخد من الطعم. نزود له بقى شوية فلفل اسود، حبة ملح، شوية من البهارات بتاعتنا. حبشي بقى براحتك، القرفة بتبقى جميلة مع الخلطة. الرزاية بس تتشرب وتسخن كده وتبقى كأنها متفلفلة مع اللحمة، هروح أحشي على طول. ممكن نحط بق مية، وده علشان ايه؟ عشان يطلع لنا بخار، بس مية سخنة، ويدخل كده كل المكونات في بعضها. فاهمين الفكرة؟ كأننا بنعيد فلفلة الرز. حط البقدونس، اللي ما يحبش البقدونس في الرز يشيله عشان انا طبعا عارفة ان في وصفات اوزي ما بيتحطلهاش بقدونس، بلاد معينه الاوزي ما بيتحطلوش بقدونس، البقدونس ما بيتحطش عند الاوزي. انا عارفه ان في وصفات وبلاد ممكن تكون توابلهم مختلفه، الحشوه فيها حاجه مختلفه، فتعالوا نجرب ونحط بقدونس ونشوف عجبنا عجبنا، ما عجبناش ما نعملش كده تاني. تعالوا بقى ايه، نحط الحشوة كده هنا. ايه
دلوقتي الرز حشو، نجيب كده الجلاش، هناخد قد ايه؟ هناخد ورقتين. اوكي، ورقتين ورقتين كده. نيجي هنا ونعمل كده، نجيب الفرشة علشان ندهن الطبق سمنة، الطبق اللي احنا هنعمل فيه السرر. الورقتين دول مش حلوين، خلوني استخدمهم في حاجة تانية. عايزة ورقتين يبقوا مفرودين كويسين كده، مش مهربدين خالص. بص هقسمهم كده، تمام، واقوم جايه عامله كده. اوكي زي الفل. نحط بقى من الحشوه، نجيب معلقه ونحط من الرز. احنا الطبق باين كده معاكم ولا اشيل الطبق ده من هنا خالص كده؟ تمام. اوكي هقوم حاطه كده الرز، نحاول ان الحشوه تبقى بارده، ما تعملوش زي وتبقى الحشوه سخنه علشان ما تهريش ورقه الجلاش. اوكي كده، لا لا خلينا كده احسن. مكسرات طبعا دي اختياريه، بس ممكن نحط لوز، ممكن نحط صنوبر اذا عندنا، ما عندناش خلاص نقفل بالشكل ده كده. واحنا بنقفل بندي السمنه كده في الجناب، ونقفل كويس من هنا ومن هنا ومن هنا، ونعمل ايه القاعده دي. ادي اول لفه اللي بعده. مش عارفة ليه الورق اللي معايا مضايقني، مش عارفة متقطع، كل ما امسك ورقة الاقيها متقطعة شوية، مش حاساها مظبوطة معايا. لا ما اعتقدش، بس ادينا ايه بنشوف يعني. انا اول ما بحطها بلاقيها شققت كده. لو الورق بقى زي اللي معايا كده، لا انا شكلي هحط ثلاث ورقات مش ورقتين. لو حسيتي ان الورق مش فريش قوي ومش ماشي معاكي، حطي ثلاث ورقات مش ورقتين. وطبعا الحشوه سخنه دي حاجه تانية، طبعا الحشوه سخنه دي مش حاجه لذيذه خالص خالص يعني، لازم تبرد تماما. نقفل كده، ولو عايزين نحشي اكتر تمام، مش عايزين نحشي اكتر خلاص. اعتقد ان انا لازم احط ثلاث ورقات. لا بتتهري مني. وهستخدم الرز التاني البارد، او نعمل مع بعض واحده كده. يلا بينا. عندي هنا رز بارد نستخدمه، لانه ابتدى اول ما حشيت بيه لقيته بايه بيهري الورقه على طول. ندهنها كده برضو عشان تبقى طريه وتتقبل الحشو. يلا صدقي انا شاكه في الطبق. خلص ورقه الجلاش كلها. لا استنى نعمل واحدة كمان ونطلع فاصل، تظبط معانا بس واحدة وبعدين تطلع نطلع على طول، مفيش أي مشكلة. استنى أنا أعتقد إن أنا عندي
ممكن يكون عندي مشكلة في الطبق نفسه. يعني ايه، نحاول بالراحة كده ننزل كده 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 على مهلي، وانا دهنتها اهو بزيادة خالص لحد ما ايه تبقى تمام. وناخد من الرز البارد، عشان البارد ده هيبقى ألطف معانا في الحشو. ونقفل عليها بالراحة. لو في بزيادة هنا هقطعها. اعتقد دي الطف كتير من اللي قبلها. هو بس اهم حاجه ان نوع الجلاش يبقى طازه ولطيف. نحط بقى فيها شويه بقدونس، نحط كمان المكسرات علشان ايه يبقى لين كده معانا واحنا شغالين. خلاص مش هعمل تاني، عشان ايه النهارده احنا قعدنا كتير قوي بنعمل في الاوزي سرر الاوزي كده 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 كده. وندخل الفرن فرن سخن لحد ما ياخد بس وش، هو على طول هيقرمش ويحرمش ويبقى فظيع كده وهيبقى فله. هو ده هيدخل الفرن. يدخل نفتح دي مثلا كده. بص الرز باين صح؟ انا مش شايفه قوي بس انتوا هتشوفوه. ده سرر الاوزي اول ما بتطلع من الفرن نسيبها بقى تهدى خالص، وبعدين نحط المكسرات على الوش.